سيساعدك طبيبك في معرفة الأسباب التي تؤدي إلى التبول الليلي اللا إرادي، وسيناقش مع والديك الخيارات المتاحة لعلاج هذه المشكلة. إليك بعض النصائح والتعليمات التي يجب عليك اتباعها إلى جانب الخطة العلاجية التي وضعها لك طبيبك لحل مشكلة التبول الليلي اللا إرادي بطريقة أفضل. المشروبات: حاول أن تشرب كمية كافية من السوائل طوال اليوم، ولكن في المساء خاصة قبل النوم قلل شرب الماء والمشروبات مثل الشاي والصودا والشوكولاتة الساخنة والحليب والعصائر. الغذاء: هناك بعض الأطعمة التي يجب عليك الامتناع عن تناولها في الليل، خاصة تلك الغنية بالسوائل مثل الخس والبرتقال والبطيخ والعنب، كما ويجب الابتعاد عن الأطعمة الحارة والحامضة أيضا. اذهب دائما إلى الحمام قبل الخلود إلى النوم لتفريغ المثانة تماما. اطلب من أمك أو أبيك وضع مصباح صغير في غرفتك حتى تتمكن من الوصول إلى الحمام بأمان إذا احتجت لذلك خلال الليل. يمكن تحفيز معظم الأطفال من خلال المكافأة كتخصيص لوحة مكافأة توضع فيها نجمة في كل يوم التزمت فيه باتباع التعليمات. احرص على اتباع الخطة العلاجية التي وضعها لك طبيبك وعلى مراجعته بشكل مستمر. شكرا دكتور زبور. إذا أردت معرفة المزيد عن التبول الليلي اللا إرادي، شاهد بقية مقاطع الفيديو فسوف تساعدك على فهم كيفية التحكم بالتبول الليلي اللا إرادي ومنعه تماما. يجب أن أذهب الآن وإلا سوف أتأخر عن الصف. أراكم لاحقا.